الأخ صلاح من سوريا يقول: الرجاء الإجابة عن سؤالي هذا، لأني سألت عنه أحمديين وكانت هناك إجابتان مختلفتان. السؤال هو: ما هي حقيقة إبليس؟ أهو من الملائكة أم شيطان أم من البشر الذين عاصروا آدم عليه السلام؟ بداية، الله تبارك وتعالى خلق الملائكة وخلق أيضا إبليس، يعني ككيانين منفصلين. الملائكة هي المخلوقات التي أوكل الله تبارك وتعالى إليها تدبير الكون وتنفيذ الأوامر الإلهية، وأيضا حراسة الوحي الإلهي الذي يصل إلى المؤمنين، بمعنى أنهم هم المسؤولون عن حراسة كلام الله تبارك وتعالى ووصول كلام الله تبارك وتعالى إلى البشر. هذا طبعا من أهم الواجبات المترتبة عليهم. أما بالنسبة لإبليس والشياطين، فهؤلاء هم المسؤولون عن يعني إلقاء الأفكار الفاسدة والسيئة في أذهان الناس. هذا لا يعني الإيمان بالجن الشبحي الذي في أذهان الناس، يعني هذا طبعا لا يجب أن ينسحب عليه ما يظن بعض الناس من أن الشياطين تتلبس البشر وتقوم بأعمال مختلفة ويمكن تسخيرها، وكل هذا الكلام الفارغ لا علاقة له بأصل هذه الفكرة. لكن عندما يتحدث الله تبارك وتعالى عن قصص الأنبياء، فهو في الواقع يشير إلى إبليس، هو ليس إلا إنسانا قد تجسد فيه إبليس، بمعنى أنه قد أصبح عبدا لإبليس، ينفذ أوامر إبليس ويقاوم النبي ويحاول أن يعيقه وأن يوقف مسيرته، بينما وأيضا الذين يتبعون هذا الشخص في الواقع كأنهم عبارة عن أضلال أو عبارة عن أناس يتلقون وحي الشياطين، أو أن الشياطين تلعب بهم وتدفعهم باتجاه أن يقفوا أيضا في وجه النبي مع هذا الزعيم، زعيم الشر الذي يقف في وجه النبي. أما بالنسبة للملائكة فهي توحي إلى المؤمنين الطاهرين من الذين يتبعونه. الله تبارك وتعالى يعني عندما يذكر قصة نبي ويذكر ملائكة ويذكر شياطين، في الغالب يكون المقصود هنا الأناس الذين يكونون أضلالا للشياطين وأضلالا للملائكة. بالنسبة لقصة آدم عليه السلام، الله تبارك وتعالى أراد أن يوضح منها أمرين. أراد أن يوضح منها النظام الروحاني الذي بناه الله تبارك وتعالى القائم على الملائكة وعلى إبليس والشيطان الشياطين يعني، وأيضا أراد أن يوضح يعني ما يحدث عادة عند اختيار نبي وعند استخلافه، كما يذكر القرآن الكريم، الذي يحدث أن الملائكة يتبعونه ويطيعونه، بينما الذين يعصونه يتحولون إلى شياطين ويصبحون أضلالا للشياطين، ينفذون أوامرهم وهم بأنفسهم يتخلطون فيما بينهم ويوحون إلى بعضهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني المهم ما يجب أن نركز عليه أننا يجب أن ننظر إلى السياق القرآني عندما نقرأ الآيات المتعلقة بالشياطين في القرآن الكريم أو بإبليس. ما أكثر ما يهمنا هو أن المقصود بإبليس هو زعيم الشر الذي يقف في وجه النبي والذي يحاول أن يعيقه.